مازلنا بسم الله. مشاهدينا انا ماني غير صحفي نتقمص دور تاع الشباب اللي عاكسوا الفتيات في الشارع، وعلى هذا خينا لكم هذا الموضوع. الفاظ جارحه ومعاكسه امام الملا للفتيات، نعم هذا هو واقع بعض شبابنا اليوم اللي ولاو ما يخيروش، يعاكسوا العازبه والمتزوجه وباستعمال الفاظ غير اخلاقيه. وحنا اليوم رانا نسالوا شنو هو سبب انتشار هذه الظاهره، وعلاش ولاو بعض الفتيات يوصلوا روحهم بسبب لباسهم الفاضح. ما نطولش عليكم، خليكم تشوفوا معايا هذا الروبورتاج لزميلتي كريمه سلام. واش حب الاول؟ لا وين رحت بالله اختي؟ يحبسوا قدامنا يدبدوا تليفون يشرونا. ما اليوم يخليهم يلبسوا واحد لباس انكرويابل. تحرش الرجال بالنساء انا نعكسها نورمالمون، نقول تحرش النساء بالرجال. اليوم تبلوني بزاف وهي كما قلتي ماشي على اللبسه ولا. يا لبستني في صوت الوالدين تقولي ما تبلاش اختي. عمر اللبسه ما كانت تجيب المشاكل جامي. الو هو جون اوبليجي تبلاها. انا ماشي غير تبلا اختي. بابا كان دا في سوق ايوا كامله وشكي لابسه. تلبس لك هذيك اللبسه وتخسر فيك هذيك الخساره. تدي لك الاجازه تاع تخليك هابله. بنتك عندها زيني خطف في العسل من البقله. زعما زادو خلعونا قال لك 6 شهور حبس قدامنا ما كان والو. اه يا مامي. في الوقت اللي رانا فيه يكذب لك يقول لك مانيش نخرج وما نتبلاش البنات ولا كذا. تبلا طفله 6 شهور حبس توصلوا 6 سنين تبلاوه. بديت كلمه خلصها غالي. واش جيب بالك وين ساريا؟ نظرة، ابتسامة، سلام، كلام، فموعد ينتهي بلقاء وأي لقاء. يا المشيانة إن شاء الله تسمعني. مغازلة، كلام طيب وحتى قبيح يتلفظ به الشاب عسى ولعله يستطيع استمالة أحدهن. هذا الزين مخطوب وليس لنا في المكتوب. الحمر يطول في العمر، اللي خان زهره يصبغ شعره. الزين والدين وطاعة الوالدين. واش مامي؟ عبارات قاموسهم اليومي لاصطياد واحدة منهن والفوز ولو بابتسامة. قولوا كي كاين بزاف عفايس، كاين هذيك تاع الشده في الراجل ماشي في صاحبتك، كي يكونوا زوج بنات يمشوا هنايا تكون شاهده في صاحبتها ولا شده في الراجل ماشي في صاحبتك. بنتك عندها زين يخطف في العسل من البقله. هو وحده كي تكون زعما شابه هكذا نقولوا لازم زين يخطف العسل من البقله. وحده مزوقه قولها يا لطيف شتك صباح الدم نعاود نولي نرقد. شوفي شوفي بابور قارص ما يشيلك. تبلى ونتبلى وقتنا اختي، هذا وقتنا. عندك واحد سنه تعضي بهم الاليف عينيك جورنيا تريتي انجولينا جولي. كي نكونوا حنا واقفين هما يجوزوا يحبسوا قدامنا يجبدوا تليفون يشرونا. ايه من بعد حنا نتبعوهم نتبلاوهم. فريق جزائريون تحرى الظاهرة الدخيلة على أرض الواقع. شباب يواكبون العصرنة حتى في المعاكسة. ونحن بدورنا فضلنا الخروج على الروتين ونقل تصرفاتهم من خلال فيديوهات سيلفي حصري لواقع معاكسة الفتيات في العاصمة. باش الدراري تبلاو البنات قدام ماليوم سيكلي في ماليوم يخليهم يلبسوا واحد لباس انكرويابل و اون بليس يفون واحد لو ماكياج تو بو با تيماجيني. سي بور سا لي زون لي جون هادو ما يتبلاو. بابا كان دا في سوق ايوا كامله وشكي لابسه لا هردوماس الحمار باش تقول بيطرا طوال دوك على بالك لا هردوماس. يشوفوا واحد لي جاست يشوفوا واحد ديجا غير هي تمشي تبدا تزعب القدامي ما تبدا تمدق في الشوينغوم تبدا دير في دي مانيير اي تو الوغ هو جون اوبليجي يتبلاها. ما يقدرش يتحكم في نفسه. زين تاع لابيسين باش يتحكم في نفسه لازم تكون هي اونيت تكون مربيه شاده قدرها. مي دركا هما سي تو كي بروفوك لي جون سي با لي جون لي جون حاشاهم. تحرش بين قوسين انا ما نلومش الشباب وخاصه كيما نقولوا بين قوسين في الدرجه لا جوناس. علاه؟
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح قال لك اذا خرج من المراه من بيتها استشرفها الشيطان، وفي روايه استدبرها الشيطان، يعني لباس تاع المراه ان يخرج على كتاب الله وعلى سنه رسول الله. كما قولوا وليس الذكر كالانثى، المشيه تاع الرجل ماشي كما تاع المراه، والمشيه تاع الرجل ماشي كما تاع المراه، وليس الذكر كالانثى، ربما المراه تحترم اللباس تاعها. بالنسبه للموضوع هذا اللي كنت نقولوا فيه تحرش الرجال بالنساء، انا نعكسها نورمالمون، نقول تحرش النساء بالرجال. باسكو النساء راهم يلبسوا لبسه تاع شغل يخلطوا في الراجل بصفه عليهم. باسكو الراجل ما كان عليه، كان جات المراه تلبس خمار، تلبس حجاب تستر روحها، واحد ما راح يخزر فيها. فهمتي؟ إما تلبس سروال، ولا تلبس الميل، ولا تطلق شعرها، ولا هذه زينه. عقارب الساعة تشير إلى 10 صباحا بساعة أودا، جو بارد، حركة بطيئة. هذا لم يمنع بعضهم من ملاحقة الفتيات في مثل هذه الظروف الصعبة. ثلاثة شباب يصطفون بالقرب من الجامعة المركزية، ينتظرون بشغف كبير مرور إحداهن. لا يهم إن كانت جميلة أو قبيحة، إن كانت وحدها أم مع والدتها، إن كانت متزوجة أم لا، المهم معاكستها وفقط وبأي كلمات. فضلنا الاقتراب منهم والاستفسار عن سبب هذا السلوك السلبي، وتصوروا ماذا كانت إجاباتهم. دارين تبلا أم أسكو الفيد، الفيد هو اللي خليك تبلا. وأنا في عمري 19 سنة، ما كان يخدماني قراياني والو، وش عاد داير نحبط لها نجي نتبلا. تشوف بلي هاد الطائرة عندك بلي ماشي مليحة. الطائرة ماشي مليحة، صح ماشي مليحة، زعما زادو خلعونا، قالك 6 شهور حبس قدامنا، ما كان والو. يا مامي. الطائرة هادي ماشي مليحة، العيب هاد اللي لاباس بهم. باسكو هذاك اللي لاباس به، كون جا كيما أنا عايش كيما أنا، أنا رافد الهموم في راسي، صغير بصح رافد بزاف. أنا أختي ماشي كيف أختيتو. أنا أختي جلبابية قدام الناس، ما كانش كيفاش يتبلى واقع. وانا اختي في الدار من الاخر. لو كان تجي تشوف هاد البنات اللي راهم يخرجوا لبس عليه لبسوها اسما فعل لا ارادي تبلاهم سيف عليه. والوقت اللي رانا فيه يكذب لك يقول لك مانيش نخرج وما نتبلاش البنات ولا كذا. مالغري الواحد صح عنده خياته وكذا بصح طفله تعرفي واش تبلع هذا ما كان كاين بنت فاميليا اللي تبان بنت فاميليا ما تقدرش تبلعها وما تخليلكش روفاسون باش تبلعها وكاين اللي لا بنات هما يبروفوكيك باش تبلعهم تلبس لك هذيك اللبسه وتخسر فيك هذيك الخساره ودير لك لي جاست تخليك هابله واحد بلع هي سي نورمال يتبلع ماشي صغير انا شان ما نتبلع بابا كان داكيسو خير ما تعمل شكلي لابسه لك البلاستيك بليتها باسكو ماهيش لابسه مليح وجات بنت فاميليا تلبس حجاب بتفاميليا ما تبلاش يا لبست لي في صوت الوالد تقول لي ما تبلاش اختي راكي في الساس في الساس وين تروحي تبلا اختي العزيزه لابسه لباس غير محتشم بينا بلي تبلاك ستري روحك ما تبلاكش من الاخر لبست لي ميني يبان على اللحم في زوي يبان على اللحم كيفاش ما حبيتيش ما تبلايهاش انا نحب الشعب زين انا ماشي غير تبلاك اختي شنو نقول دوك اختي وانا وين راح تبلى اختي لي بنت فاميليا بنت فاميليا اختي ما تلبش مصبوط وتخرج لك طروادي في اوضه تروح تدور كولاج انا اختي تلبس حجاب اختي من الاخر يجدون متعه لا نظير لها في ملاحقه الفتيات ملاحقه متعبه للقدمين وحتى للعينين التي تلتقط صورا وتخزنها لحين يسترجعها الشاب حين دخوله للمنزل تعبا يزيدهم إصرار وعزيمة على مواصلة عملهم اليومي الذي لا يستطيعون التخلي عنه. هناك ظاهرة منتشرة سواء لدى الفتيات أو لدى الذكور تسمى بالنمط الاستعراضي. فمن جهة نجد الفتيات يعني تتفنن في يعني استخدام
استخدام ألبسة بعيدة عن القيم والتقاليد الجزائرية العريقة. وأيضا بالنسبة للفتيان نجدهم يتصرفون تصرفات يعني أقل ما يقال عنها أنها لا عقلانية. المهم مربط الفرس هنا أو المعادلة هي العلاقة ما بين الجنسين، يعني ما بين الشباب والشابات، ولكن هذه العلاقات يعني خارج دائرة القيم الاجتماعية، وهو عبارة عن سلوك يعني لا شعوري ينطلق من غريزة الإنسان، غريزة الشاب وكذلك غريزة الشابة. من خلال دراسات قام بها علماء النفس التي يسميها لا شعور، هي عبارة عن رسائل جنسية تبعثها هاته الفتيات وهاته الشابات للشباب، خاصة أمام انخفاض نسبة الزواج في المجتمع الجزائري. لباس غير محتشم، تصرفات وسلوكات غريبة، تماطل في المشي، الابتسامة وتبادل نظرات الإعجاب، هي تصرفات بعض الفتيات التي تتعمدن تبني هذه السلوكات من أجل جلب الانتباه لهن. بدورنا اقتربنا من بعض الفتيات واستفسرناهم عن سبب ارتدائهن للباس غير محتشم الذي يجلب المشاكل لهن، فكانت إجاباتهم على النحو التالي: تكوني مع أخوك، تكوني مع باباك، تكوني مع يمك، تكوني مع لاباليش مع من تكوني، سما دروك الحرمة والقدر يتكسر بيناتنا، صاي تولي تحشمي تخرجي مع لافامي تاعك برا. لا جامي، عمر اللبسة ما كانت تجيب المشاكل، جامي. هي تشوفي باللي لبسة طفلة كي ما تكونش مستورة ما تجيب لهاش مشاكل برا، مشي ما تكونش مستورة حتى لتما، بصح كاينة لبسة بريزونطابل تنجمي تخرجي بها نورمال، ما تحشميش، بصح ماشي حاجه ما تخصهاش نورمالمون. الا كان هو متربي ولد فاميله وكان راجل، حاجه ما تخصهاش تخرج كيما تحب، بلاصته هو بلاصته وبلاصتها هي تقعد بلاصتها. ايه يتبلوني بزاف، ومين باكي تهضري معاه وتقولي له ما يعجبوش الحال، ولا تكتي تاني وتروحي ما يعجبوش الحال، تكوني مع يماك مع باباك ما يحترموش. لا لا صراحه هاد الصبحه تبلاوك ولا لا؟ ايه اليوم تبلوني بزاف، وهي كما قلتي مشي على اللبسة ولا هما ولو مش عارف. ايه اللبسة الناس قاع راهي تلبس طول الموند، ومشي سيفري كاين لبسة من لبسة، كاين لبسة اللي صح تخرجي بها، كاين لبسة اللي لا دروك متولي تقدي ديري معاهم والو، مي با قلت لك مع اخوك ولا متقديش تخرجي. وانت هي اللبسة راكي لابستها ما كيش دايرة في بالك هي لا يجيب لك البلا؟ جامي، لا علاه تجيب لي البلا؟ هي سيفري هي الحجاب، صح نهضروا لا فيريتي، كي تكوني بالحجاب شويه بصح، مام انا دي فوا نلبس الحجاب ومام وندير جلابه ما يقدرونيش. لا شعارهم واحد ووحيد، لن نتوقف على المعاكسه، ما دمنا يرتدين مثل هذا النوع من اللباس سنبقى اوفياء لعاداتنا حتى وان كان المقابل السجن، فهذا لا يعني اي شيء بالنسبه لهم. وجهتنا الأخرى ساحة البريد المركزي، شباب يترقبون طارة خفية وطارة أخرى علنا، نظرات متسارعة يمينا ويسارا للمرة، وبطبيعة الحال الفتيات. شد انتباهنا أحدهم بسبب كلماته الغريبة الجارحة والمضحكة في نفس الوقت، اقتربنا منه خفية ووضعنا الميكروفون لنرصد لكم التالي. تحب اللون؟ شوفي بابور قارص ما يشيلك، عينيك جورنية انت اللي تي انجولينا جولي، كوني ترتقوا لك هذا الحب يا عمر وكاع الحليب 77 ريتلا هذاك. زيد كلمه خلصها غالي، واش جيبي لي كوني ساريه؟ لا خلاص جيبي لي كوني ساريه، امشي راحي واحد ما وش فيه وقته راحي. اقتربنا منه أكثر ليخبرنا هذا الأخير أن الفتيات هن المسؤولات، فتصرف الشباب يكون لا إرادي أمام هذا اللباس الفاضح. إن شاء الله يستروا روحهم ويهديهم ربي، باش ما نزيدوش نتبلاوهم، لاخاطر ما تزيدوش تبلا طفلة 6 شهور حبس توصلوا 6 سنين نتبلاوهم، ما يستروش روحهم. وحدها حجابية تبلاها أنت؟ حجابية نقدر نتبلاها نقدر، لا كاين حجاب محجاب.
كاين حاجه بروفيزوار كاين حاجه تاع اللي يهديهم ربي تاع الصح. علاه اللي جا تاع دوكا كاع ولا يتبلى؟ الله غالب واش يدير كيما يتبلاش واش يدير ربي يهدينا ويدينا. نقول لكم يا البنات ربي يهديكم وربي يعطيكم العقل وديروا رتبوا روحكم باش تحبوا تزوجوا رتبوا روحكم ماشي بهذه الطريقه اللي راح ندير المستقبل تاعكم. لباس فاضح، سلوكات غير محتشمة، شباب ضائع، فراغ أخلاقي، ابتعاد عن تعاليم ديننا، غياب دور الأولياء، اتباع الغرب، عوامل تجعلنا اليوم نتحصر لمشاهدة هذه المقاطع ونقول أنها تبقى منحصرة على فئة معينة.